السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. النهارده يا جماعه دفعه كلاب جديده، منهم طبعا الديكوره ميلو وغضب، وطبعا كلاب تانية كتير تمام. وطبعا لسه مخلصين رشينا المزرعه كلها تمام بالمبيد طبعا الحشري علشان اي حشرات ما تكونش متواجده في المزرعه. وبعدها كمان رشينا رش تاني، طهرنا بالكلور مع الميه مع الحاجات دي كلها علشان لا قدر الله يا رب يعني نكون محافظين على المكان اللي احنا قاعدين فيه. وده اللي طلبناه منكم امبارح في اللايف، ان كل الناس تهتم بالاماكن اللي قاعده فيها. تعالوا نساعد يا جماعه بعض، كلنا نقف مع بعض ان احنا نهتم بنظافه المكان اللي احنا عايشين فيه، نهتم باولادنا، نهتم باهالينا، نهتم باسرتنا، علشان طبعا كل ده في الاخر هي مركب كلنا فيها. ان ما كناش كلنا نكون اسياد الموقف مش هينفع، وكلنا هنروح في الاخر في دمار يعني. يا رب ما يكتبها على حد. طبعا هنبدا بميلو الاول. ميلو واخد تطعيم حشرات اخر حاجه يوم 28/1، الحمد لله. طبعا الكلب ما فيش اي مشكله تمام، ماشي دي بيك الله. الديزانول بيعمل مشكلة في الجيوب الأنفية. يلا يلا دخل. بعد كده يا جماعة غضب واخد تطعيم حشرات يوم 28/1 برضه، الحمد لله الكلب حالة صحية كويسة. يلا يلا باشا دخل فيها. ريكو تطعيم حشرات 28/1 برضو اخر حاجه. طبعا انا نظره للكلب يا جماعه اهم حاجه، بنبص للحاله الصحيه، اللعب الكلب لتنطيطه، الحاجه دي مهمه جدا. يلا دخل. فزاع ده كروت واخد تطعيم حشرات يوم 6/2. يلا يلا دخل. يلا طبعا لاكي واخد تطعيم حشرات يوم 11/3 ذكر جولدن. يلا بعد كده بكار ابنه واخد تطعيم حشرات يوم 1/2. يلا يا زياد دخل. يلا طبعا همر كل الناس عارفاه يا جماعه، كلب جيرمان واخد تطعيم يوم 28/1. يلا اسلام طبعا الكلاب دي طالعه من بدري ومتمشطين، وطبعا مستحمين يوم الخميس يا جماعه. وبدانا النهارده يعتبر اول تمشيط من اسبوع جديد باذن الله. بعد كده مايلو 28/1 تطعيم حشرات اخر حاجه تمام. يلا حل. طبعا احنا بنحل بنبص لاخر حاجه الكلب خدها، اخر مرحله علاج الكلب خدها كان تطعيم حشرات. بعد كده واخيرا ريتش واخد تطعيم حشرات يوم 6/2 تمام. يلا بكده يا جماعه طبعا انتهت دفعتنا النهارده، كانت كلها كره. اطمنا عليهم جيرمان وروتو ومالينو وبيتبول. طبعا الحمد لله الحاله الصحيه عندنا في الكلاب تمام التمام، واضح جدا في الفيديو. في الاخر نقول لكم تحياتي لكم جميعا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.